دكتور كمير عز الدين، رئيس فيدرالية الأطباء العامين لجهة الرباط سنة قنيطرة. تنظموا الفيدرالية تنظم المؤتمر ديالها الرابع أيام 5-6-7 مارس 2020 بقسم المؤتمرات بسالة تحت شعار تكوين مستمر من أجل طبيب أسرة مستدام. والمؤتمر ديالنا عرف المشاركة ديال ما يناهز 800 طبيب اللي هما زارونا من جميع أنحاء الوطن الحبيب، وحاولنا نأكدوا في هذا المؤتمر على الورشات التكوينية، وطرقنا لعدة مواضيع علمية اللي هي من الأهمية بمكان مما فيها أنواع أمراض القلب والشرايين، أمراض الكلي، أمراض السرطان، أمراض المفاصل، الأمراض الباطنية. وتنبغي نشير بأن المؤتمر ديالنا عرف المشاركة ديال الخبراء، تنبغي نأكد على النقطة الجديدة اللي ترتفع عندنا في المؤتمر من غير ما جد في عالم الطب، هو التطبيق نتاع الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي في إطار الطب المستقبلي. من المشاركين اللي أنا تنشكرهم جزيل الشكر على المساهمة ديالهم، وتنعطيهم موعد للسنة المقبلة بإذن الله. وتنبغي نأكد على الموقع نتاع الطبيب العام، حيث خصو يكون المدخل الرئيسي للمنظومة الصحية. نحن كنبغيو وتنتمناو ان هادشي هذا ما يكون غير يعود بالنفع على المواطن المغربي. وشكرا. الدكتوره العزيزي فاطمه، طبيبه عامه بالرباط، رئيسه اللجنه العلميه والتواصل لفيدراليه الاطباء العام لجهه الرباط سلق نطرة. احنا اليوم في المؤتمر الرابع للفيدراليه ديال الاطباء العامون لهذه الجهه. هذا المؤتمر اللي عرف واحد التوافد كبير من طرف الاطباء من جميع الجهات المدن المغربيه، مؤتمر اللي حاولنا اننا رفعنا شعار فيه ديال التكوين المستمر ديال الطبيب، يعني هو المدخل الاساسي باش ان الطبيب يمكن له يحتل المكان ديالو اللي كيستحقه داخل المجتمع اللي هو طبيب الاسره. هذا المؤتمر عرف واحد الورشات كثيره، وعرف واحد يعني مواضيع مختلفه بما فيها مرض الامراض المزمنه كمرض السكري، مرض الضغط، الامراض السرطانيه. عرف ايضا ورش يعني مواضيع حول الطب المستقبل والانتليجنس ارتيفيسيال. عرف يعني تطرق لواحد العدد من المواضيع، الامراض النفسيه. وبالتالي كان مؤتمر اللي هو حرز على واحد الاهتمام كبير، واللي لقى واحد الاستحسان كبير من عند الاطباء، خصوصا انه حاولنا نجيبوا اساتذه من مغاربه واجانب كذلك اللي هما كانوا محاضرين في هذا المؤتمر. والهدف ديالنا تيبقى بحال اللي قلنا، اننا نوفروا للطبيب العام وطبيب الاسره الامكانيات العلميه والاخر المستجدات باش يمكن له يلعب الدور ديالو الاساسي والمحوري في المنظومه الصحيه.